اهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام الى فقره وجها لوجه وفيها نتوقف عند انطلاق محادثات في مقر الامم المتحده في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهه البوليساريو في محاوله لاحياء المفاوضات المتوقفه منذ عام 2012 حول الصحراء الغربيه المتنازع عليها. أضافية مشاهدينا الكرام عبر الأقمار الصناعية من الرباط ولنا سيدة طارق تلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل سيد طارق تلاتي أهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة أهلا وسهلا أستاذ حكيم تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة فرونس 24 مرحبا بك كل الترحيب ورحب ايضا كل الترحيب في الاستوديو بضيفي السيد ابي بشرايا البشير ممثل جبهه البوليساريو في فرنسا اهلا بك ومرحبا اهلا وسهلا وشكرا على وشكرا جزيلا لك سيد بشرايا البشير على تلبيه هذه الدعوه اتمنى مرحب بكم واتمنى منكما حوارا هادئا في العمق حتى لا نشوش وان هذه الحجة ربما يستمع اليها ويفهمها الكل حتى لا نشوش حتى علي محادثات جنيف ويكون حوارنا ايضا بناء كما يرغب الممثل الأمم المتحدة وحتى الأمين العام للأمم المتحدة فأن تكون محادثات جنيف بناءة وهادفة بنية حسنا وسنأتي على ذلك أرحب بكما بعد أعوام إذن من الجمود محادثات على يومين مع ممثل الأمم المتحدة في النزاع حول الصحراء الغربية هورست كولر في مسعى لإعادة إطلاق هذه المفاوضات التي توقفت منذ عام 2012 ما تعليقكما على ذلك؟ ابدا معك من الرباط سيطار قتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجيه، اهلا بك من جديد. اهلا وسهلا مره اخرى. لا شك سي حكيم انه قبل الخوض في الحديث عن هذه المحادثات يجب اولا التنويه بجهود الامم المتحده من خلال الامين العام ومبعوثه كولر. لدين بكل أمانة استطاع أن يعني تمكن من تحريك المياه الراكدة في رمال الصحراء المغربية بعد جفاء استطال لست سنوات ولا شك أن المبعوث قد استطاع القيام بهذه المهمة في ظرف زمني قياسي لم يتجاوز الأربعة عشر شهرا صحيح انه لا يسع الوقت للوقوف عند لماذا هذا الجفاء لست سنوات ولكن معروف انه كانت هناك اسباب كبرى لهذا التعطل منذ منذ مفاوضات قبل المنهج وبطبيعه الحال الى ما وصلنا اليه اليوم الان ونحن نتحدث ان هناك دعوه تجاوبت معها المملكه المغربيه ولا شك ان هذا التجاوب هو يأتي أولا انطلاقا من قناعاتها الثابتة والراسخة في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي جاي. سلمي متوافق عليه مع الطرف الآخر هذا يعني كصورة أونية وكتوطئة نعم سيد أبي بشراية البشير ممثل جبهة البوليسار في فرنسا مجددا أهلا بك ومرحبا محادثات على مدى يومين في جناف لتحريك المياه الراكدة كما يقول ضيفي ما تعليقك على هذه المحادثات. لا بطبيعه الحال هذه المحادثات يعني في حد ذاتها تشكل خطوه ايجابيه على اعتبار بانها تاتي بعد قطيعه دامت لاكثر من ست سنوات في النهايه هي بدايه يعني محاوله في كسر الجليد بين بين بين, بين الطرفين ونامل بأنه تكون بداية مسار يؤدي كما يأمل المجتمع الدولي ويأمل العالم ويأمل الجميع يؤدي إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية على أساس احترام القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ونتمنى بأنه الجميع يستغل التطورات الأخيرة التي حصلت في النزاع خاصة أولا المتعلقة بقراري مجلس الأمن الدولي الأخيرين 24-14 و 24-40 اللذان حددا بشكل واضح ما هي خارطة الطريقة التي يجب أن تسير في هي عمليه الوساطه الجديده ولكنها ايضا يعني مارست نوع من الضغط الرمزي على الاطراف من خلال تحديد مده ولايه المينورسو من سنه الى سته اشهر وربط تجديد لها بانه لن يكون اوتوماتيكيا وانما بمدى التقدم الحاصل في في في, في الملف ولكن ايضا العنصر الثاني هو وساطه المبعوث الشخصي الامين العام للامم المتحده كولر والذي هو رجل بوزنه رجل بتجربته والمنهجيه التي بدا يشتغل بها الى حد الساعة يبدو بأنها منهجية واعدة ولكن الأهم من كل هذا هو العنصر الذي ربما يكون دفع حقيقة الأمم المتحدة إلى إلى مسارعة الجهود من أجل تسوية النزاع بهذا الشكل وهو بأن الجميع وصل إلى الاستنتاج بأن الرهان على الوقت وعلى الأمر الواقع لم يعد ممكنا ولم يعد مفيد وبأن وقف إطلاق النار يوجد على حافة الانهيار ونحن يعني ما زالت حاضرة في أذهاننا تجربة القرقرات بحيث كنا قاب قوسين أدنى من عودة الكفاح المسلح والمبعوث الأممي هيرسكولر تحدث اليوم وفق المعلومات دائما التي المسربة والتي تأتينا لأن هذه المحادثات تجري في غرف مغلقة تحدث عن التكلفة الباهظة لعدم التوصل إلى حل وتسويه سواء كان على المستوى الانساني او الاجتماعي او حتى الاقتصادي، واود ان اعود اليك الى في الرباط السيد طارق رئيس المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجيه. جد خطوه جيده جدا ثمنتها وثمنها ضيفي ولكن المتابع لهذه المحادثات يقول ان جدول اعمال محادثات جنيف يتضمن عناوين فضفاضه تتعلق عموما بالوضع الحالي، الاندماج الاقليمي، المراحل المقبله للمسار السياسي، هذا بحسب المم... الامم الم... متحدة. هل هذه المقاربة هي التي تجنب الكثير من الضغوط وتجنب حتى تعليق الكثير من الانتظارات؟ آه ربما الضغط يكون اخف على الاطراف المشاركه من اجل اذابه الجليد. هل تتفق انت مع هذه المقابله؟ المقاربه الاوليه والتي وصفت بانها محادثات اوليه قبل الذهاب ربما لاحقا الى مفاوضات، تفضل سيطار قتلتي. نعم سيد حكيم أنا أولا لا أعتقد بل أنا أجزم بأن الأمين العام ومبعوثه الخاص قاموا بعمل كبير وجبار لماذا؟ لأنني حينما توقفت في البداية عند الأسباب الكبرى لفشل المفاوضات السابقة هذا يعني أن إعادة طريق المفاوضات عبر محادثات هو ليس بالامر الهين لانه كان فيه قطع مع الاسباب المؤديه الى انهيار المفاوضات السابقه والتي للاسف لعب فيها المبعوث السابق كريستوفر روس دورا كبيرا في تحوير المبدأ الأساسي الذي تبناه مجلس الأمن والأمم المتحدة كإطار للمفاوضات وانحرف بهذه المفاوضات بل أكثر من هذا إذا رجعنا إلى هيوستن سنجد أنه لولا فتنة الفريق المفاوض آنذاك ب يعني تحسيس الأمم المتحدة بأن هناك خروج عن منهجية الأمم المتحدة فيما يرتبط بما هو مطروح للتفاوض، لأن الـ الـ الأصل والمرجعية منذ البداية كان فيها اختلاف، الأصل ولكن هو اليوم أن سيترقى التي بعناوين فضفاضة، هل يمكن نعم أن نحقق تقدماً هذا سؤالي؟ هي ليست هي ليست فضفاضه سامحني استاذ حكيم لاننا قلت انه في البدايه هذه هذا التحريف كان من منطلق عدم تحديد المنطلقات المرجعيه والاصول المرجعيه لهذا التفاوض المملكه المغربيه فهمت المقصود بمحاوله ايجاد الحل السياسي واقترحت المشروع الحكم الذاتي الاخر بطبيعه الحال كان الغرض الاساسي وهو تلميع صوره جبهه بوليزاريو لتعتبر دوليا بانها هي الممثل الشرعي وهذه المساله بات واضحا بانها اليوم خارج هذا السياق، اليوم ونحن امام محادثات جديده ما المقصود؟ هل هي فضفاضه من اجل ان نلتقي؟ هناك قاعده بطبيعه الحال التي لا. تقول ان نلتقي ليس ان نتفق ولكن على الاقل اننا جي. نلتقي ونديب هذا جي. الجليد جي. جي. ونضع محددات وفقا لميثاق الامم المتحده استطلع راي ضيفي سيد ابي بشريه البشير هذه المقاربه هل هي فعلا جديده هل ثم توافق معها هل ثمة تفهم معها خصونا كثيرين والقول ليس لي يقول ان العناوين عريضه فضفاضه ربما فضفاضه ربما لعدم احراج مختلف الاطراف والهدف الاولي هو اذابه الجليد، تجميع الجميع حول طاوله مستديره واحده وربما تكون بدايه طيبه. هي بالتاكيد يعني جدول الاعمال الذي اعلن عنه لهذين اليومين يعني ينسجم من حيث المبدا مع اهداف اللقاء اللقاء في حد ذاته الذي يعتبر لقاء آه تمهيدي آه كسر جليد وهو يعني بداية لمسار يفترض بأنه مسار تفاوضي جدي يفترض بأنه يؤدي إلى تطبيق مأمورية مجلس الأمن الدولي التي يعني آه يعني أعيد أن أكررها التي حددت بعناية من هما طرفي النزاع من هما طرف النزاع جبهة البوليزاري والمملكة المغربية ودعت إلى الشروع في المفاوضات بدون شروط مسبقة بدون شروط مسبقة وحددت بأنه الهدف النهائي لهذا المسار يجب ان يكون تقرير مصير الشعب الصحراوي في بعض الاحيان يعني نحن نستمع الى الاخوه يعني في المغرب يقولون حلا سياسيا وبان الحكم الذاتي هو الحل السياسي ويتولد لدينا, لدينا الانطباع كما لو كان استفتاء تقرير المصير حلا عسكريا يعني وفي الحقيقه يعني عندما يتحدث الضيف الكريم عن مفاوضات مفاوضات هيوستن مفاضات هيوستن كانت من اجل الاتفاق على الاجراءات العمليه لتطبيق استفتاء تقرير المصير ووقع عليها بين الطرفين في جدول تطبيق استفتاء تقرير المصير ولكن المغرب بعد نشر الامم المتحده للوائح الاوليه للمصوتين تحول من الاعتراض على مجموعة من التحفظات الإجرائية فيما يخص تحديد المصوتين إلى الإنقلاب جملة وتفصيلا على مبدأ الاستفتاء ومبدأ الاستفتاء مرتبط ارتباط عضوي بما ينادي إليه مجلس الأمن الدولي فيما يخص تقرير المصير وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة ونحن يعني نقول دائما بأن الحكم يجب أن يكون الشعب الصحراوي هو من يمتلك الكلمة الأخيرة في تحديد الوضع النهائي للإقليم بمعنى تحديد من يمتلك السيادة على الصحراء سي. الغربية. دعني أتوقف و... عند هذه النقطة. وأود و... فقط أن أشير إلى نقطة هنا مسألة السيادة ومسألة مهمة خاصة مهم. بأنه المحكمة الأوروبية ليلة البارحة صادقت من جديد على أن اتفاق الشراكة ل... 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 المجال الجوي ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعتبر لاغي إلى شمل الصحراء الغربية على اعتبار بأنه المغرب لا يمتلك سياده على الصحراء الغربيه بان المغرب حتى المغرب في حد ذاته حتى المغرب في حد ذاته وربما اتمنى ان يجيبني الاخ الكريم يعني ما هو شكل الخارطه الجغرافيه التي, <متصفيق> التي حتى لا دخل نحيد. بها المغرب الاتحاد الافريقي لا لا يعني حتى, حتى لا لا المغرب لا لا تحد بي كثيرا لا 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 سيد بشير باش يتحد به كثيرا موضوعي هو محادثات جنيف واعود الى محادثات جنيف وفي هذه المحادثات اعود اليك سيد طارق اتلاتي ضيفي يتحدث يقول الحكم هو للشعب الصحراوي والامم المتحده من جهتها تتحدث عن خطوه اولى نحو عمليه تفاوض جديده بهدف التوصل الى حل دائم عادل ومقبول من الاطراف يتيح لشعب الصحراء الغربيه حق تقرير المصير هل ثمة توافق بين كل الاطراف المشاركه سناتي على هذه الاطراف بهذا الشان تفضل نعم اولا سحاكيم يجب ان يفهم المشاهد مساله جوهريه اليوم حينما تقود الأمم المتحدة هذه المحادثات من أجل بناء الثقة لمفاوضات مستقبلية، فهي هذه المفاوضات تجمع بين دولة اسمها المملكة المغربية وبين حركة جبهة اسمها البوليساريو لكي نكون واضحين هذا من منطلق الأمم المتحدة أنا لن أعود كما قام الضيف لأبكي على الأطلال أنا أنطلق من هذه المحادثات وكلنا أمل لكي آه مسارا يعني تاريخيا آه ونحن إلى الأمام. آه مسارا تاريخيا ونحن لا نركز على هذه المسارات التاريخية فقط أود أن نركز عن هذا المسار على صحيح. محادثات جناف الحالية فقط صحيح اذا المنطلق كما قلنا في هذه المحادثات كان هو القرار 24 40 بماذا جاء هذا القرار هذا القرار لاول مره لاحظ معي سي حكيم يخرج من كان يعرف باطراف مراقبه اخرجهم من الغموض الى الوضوح هذا اولا ثانيا لاول مره هذا القرار هناك من كان ينطلق من صفه مراقب ويتحجج بها طيله عقود ولكن لاول مره هذا القرار قال بان صفه مراقب من المنظور الخاص لمجلس الامن والامم المتحده هي صفه لصيقه ببعثه المينورسو لا غير. ثالثا المنطلق الثالث في هذا القرار هو انه كان واضحا القرار في انه أوصل الاطراف الاخرى بحمايه بعثه المينورسو بل الاكثر من هذا حامل تحذيرا حمل فيه مسؤوليه لجبهه البوليساريو بعدم العوده الى خرق المناطق العازله المنزوعه السلاح والا في ذلك خرق للفقره الاولى لقرار 1991 لوقف اطلاق النار بمعنى الان لهذا قلت بان ما قام به السيد الامين العام غوتيريش ومبعوثه الخاص كولر ليس بالامر الهين بل هو في واقع الامر اذا ما تعمقنا جيدا يضع خطا فاصلا بين هذه المرحله وما سبقها من المراحل الاخرى ولعل جيد. النية القوية لهذا المبعوث أتكمن في تقليص المدة من سنة إلى ستة أشهر للبعثة وذلك لتسريع وتيرة الوقوف على الخطوات الجدية للأطراف. جيد، جيد جدا. ضيف يتحدث عن قبل ذلك أعتذر عن حين قال أنه بكاء على الأطلال وأعتذر عن هذا الأمر، ربما تحدث عن مسار فهمه هو بشكل آخر. نتجاوز ربما هذه النقطة. أود أن أسألك الآن، ضيفي يتحدث عن منعرج كبير بشان هذه المقاربه الجديده لهورست كولر والامين العام للامم المتحده يتحدث ويدعو الى محادثات بحسن نيه دون شروط مسبقه بروح بناءه في المحادثات من وجهه نظرك هل يمكن فعلا ضمان ذلك امام تشبث حتى هذه اللحظه كل طرف بموقفه ولعل ابرز دليل على ذلك ما استمعت اليه منكم ما استمعت اليه من جانبي ضيف شو الأخ حكيم يعني على كل اشاره فقط بسيطه للقرار، القرار حدد بشكل واضح من هما طرفي النزاع في الصحراء الغربيه جبهه البوليساريو والمملكه المغربيه وحضور الدول المجاوره لا خطأ ليس لا, ليس لا خطأ, لا لا خطأ. و س و سنعود الى هذه النقطه ساعطيك الكلمه لأنني اود ان استطلع ايضا رايك ساعود اليك خلال اللحظات وحضور البلدين المجاورين رافق مسار التسويه منذ سنه 1986 الى الان لانهما معني معنيان يعني معنيان يعني بمجموعه من يعني سأدون هذه النقطة حتى اطرحها خاصة ما يتعلق بمركز القوات وعودة اللاجئين ولكن دعني أوضح مسألة فيما يتعلق بما إذا كان سينجح الوسيط الأممي الجديد أو أو هل يمكن ضمان كل أو هذه أو الشروط أو أو لأنه لن أو لن ينجح يتحدث عن حسن النية دون شروط مسبقة روح بناءة ولعل لديك لديك ولدى سيطرة قتلاتي واجب التحفظ ربما لديكما مع معلومات عن سيرها إلى حد الآن المعلومات التي تصلنا تسير ربما بشكل إيجابي ليس هناك توتر خلال هذا اليوم الأول ولكن هل يمكن ضمان كل هذه الشروط لا. التي يدعو إليها المبو... ليس المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أخي حكيم مشكل التسوية في الصحراء الغربية لم يكن على الإطلاق له علاقة لا بالوسطة لا بشكل الوسطة لا بوزن الوسطاء لا بحتى الاقتراحات ولا المخططات من اجل اخراج اخراج المازق لا النزاع خطأ. من, من عفوا النزاع من إخراج كل الوقت إخراج النزاع،, اخراج النزاع من المازق المشكل الجوهري الذي حال دون حصول أي تقدم من حقيقي هو أن الطرف الآخر لا يمتلك إرادة سياسية للتقدم نحو الحل. في بعض يعني عن محادثات الآن لا نعم، نعم، نعود نعم، إلى مسارات نعم،, آه... نعم ولكن لذلك نحن نأمل بأن تكون قد تولدت لدى المغرب بعد كل العوامل التي ذكرت سلفا إرادة سياسية في التوجه للحل الحل لأنه الانطباع الذي يتولد لدينا ويتولد لدى المراقبين الدوليين بأن الحل الذي يناسب المغرب هو لا حل هو استمرار النزاع في الصحراء الغربية لأنه حينما تقول الحكم الذاتي وسقف ما أستطيع أن أعطيه الحكم الذاتي أنت تنطلق من فرضية خاطئة جملة وتفصيلا لأنك تفترض امتلاك السيادة على الصحراء الغربية حتى تم حتى تعطيك حق إعطاء وضع حكم ذاتي وغير كلام هام حتى و... لا نضيع ولكن إلى نقطتين هامتين حتى لا نضيع أود أن أعود إليك سيد طارق ثلاثي الإشكال الأول ربما إن صح وصفه كذلك بالصفة التي يحضر تحضر بها الجزائر وموريتانيا المعلومات الواردة بأن الأمم المتحدة استدعت هذين البلدين بصفة بلد جار هذا هذه هي النقطة الأولى وترد أيضا على ما ذهب إليه ضيفي مع الإشارة إلى أن المغرب في تصريحات رسمية منذ يوم فقط قال أن هذه المحادثات في جنيف هي سيد بشير البشير قال أنها اختبار لكل الدول اختبار لرغبتها فعلا في التوصل إلى تسوية جادة وجدية تفضل سيد ترقى ثلاثي. نعم اذا ساعود الى هذه النقطه الاولى المرتبطه بالاطراف لاحظ معي بان هذه المحادثات اولا هي تسبق المفاوضات ان قدر لها ان تكون مستقبلا ونحن في المملكه المغربيه دائما في اطار الشرعيه الدوليه وفي اطار ترسيخ ميثاق الامم المتحده والسلم والحفظ على السلام لاحظ معي الكولر دعا الاطراف الاربعه والذي هم جبهة البوليساريو ودولة المملكة المغربية والدولة الجزائرية والدولة الموريتانية هذا من جهة من جهة أخرى حينما يتحدث الضيف عن غياب إرادة سياسية للمملكة المغربية المملكة المغربية أول من انخرط في العملية السياسية وأعطى بديلا ألا وهو المقترح الحكم الذاتي كأداة سلمية سياسية للتوافق حولها بمعنى غير انه ديمقراطية, يقترح على, كل أن هي. هي. يعني غير ديمقراطية على كل حال اليك غير ديمقراطيه على كل حال لم اسمح له بمقاطعتك إلا. ولا يمكنني ان اسمح لك ايضا بمقاطعتي يكمل فكرته يركز واعود أه. اليك تفضل سيد طارق ثلاثي اذا المملكه المغربيه تقترح تقترح يعني مخططا للتسويه سياسي سلمي هذا من جانب الاراده في المقابل تابعنا بان هناك من لا زال يتشبث بما هو في سنوات السبعينات والثمانينات خارج السياق الجديد والذي اريد ان اركز عليه الان وهو ما جاء في القرار 2440 لاحظ معي بانه هذه المحادثات للتاهيل من اجل المفاوضات هي جاءت بعد وقوف الدول العظمى والامم المتحده على ما يجري من فوضى في المنطقه الدوله الجزائريه حدودها كبيره مع ليبيا ومع باقي دول جنوب الصحراء وفي المنطقه هناك نوع من الفوضى الخطيره جدا التي لا تؤثر فقط على الاقليم ولكن تؤثر نعم. على العالم باكمله وبالتالي تستفيق اليوم الامم المتحده لتضع خطا فاصلا وتدق ناقوس خطر بانه وجب ايقاف هذا النزيف في هذه المنطقه والمملكة المغربية لاحظ ما هو الذي يقول بأن المملكة ليست لها وكذا وكذا حينما اقترح كولر الدعوة من الذي استجاب لها الأول استجابت لها المملكة المغربية في الثاني من أكتوبر وتلتحق بها الاطراف جيد. الاخرى الاراده اذا موجوده بمعنى جيد. ان الاراده موجوده والنيه السليمه والحسنه موجوده جيد الاراده موجوده تبقى على الاطراف الاخرى ان تثبت ان ارادتها فعلا ونواياها الحسنه موجوده هكذا يقول آه ضيفي على الاقل وبالاضافه الى ذلك كثيرون يقولون فعلا هذه المقاربه جديده وقد تنجح لانها ولا استضافت الجزائر وموريتانيا كبلدين جارين الا ان استضافه الجزائر في, في هذه المحادثات حتى ولو كانت بصفة بلد جار دليل علي ان هذا الاشكال وهذا النزاع الذي طال امده لن يحل ابدا الا بحضور الجزائر وفي ذلك مقاربه جديده قد تؤتي اكلها. لا, ل, ل... حضور الجزائر مع موريتانيا حضور دائم وحضور طبيعي وهنا لا فقط ي... اشاره انه تبقت لدي وهنا... ثلاث دقائق فقط وهنا لا يشكل استثناء على ال... على الاطلاق وتم تم دعوتهما لحضور هذه المحادثات التمهيديه وبطبيعه الحال حين ينطلق المسار المسار التفاوضي الجوهري euh, سيكون بين طرفي النزاع لا, لا تعتبره بانه ال... اقرار أن للجزائر ال... ثقل لا, لا, لا يعني ليس الجزائر تمت دعوتها على نفس المقدار مع موريتانيا انطلاقا من الصفه القانونيه التي يتحلى بها ال... التي يتحلى بها البلدان ولكن فيما يتعلق بالسياق الجديد ما هو السياق الجديد في الحقيقه الذي ليست البوليساريو من كانت ترفض التفاوض المغرب هو من كان يرفض التفاوض الى غايه اول امس، ولكن هناك سياق جديد يتعلق ب يقول م... ان المغرب يت... يت... قبل واول أو... يت... من قبل التفاوض ليس المغرب والذهب. ليس المغرب اول من قبل على الاطلاق، والمغرب ل... يعني كان يغلظ القسم بانه لن يذهب الى مفاوضات جديده ج... جديده على الاطلاق، ولكن بعد التطورات الحاصله في الاتحاد الافريقي ويعني وصول المغرب الى الاستنتاج بان الرهان على تغيير وضعيه الجمهوريه الصحراويه في المنظمه رهان فاشل، وتعبير المنظمه عن الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وما يحدث في الاتحاد الاوروبي من خلال التاكيد على سياده الشعب الصحراوي على ثرواته وتبطيل جميع الاتفاقات، ولكن ايضا من خلال الرساله الحازمه والقويه التي بعثها مجلس الدولي من خلال وبالمناسبه المغرب اعترض جهارا نهارا ورص على تقليص مده المينورسو لمده سنوات لانه رهان المغرب كان الى حد الساعه نتمنى بان يكون تكون الامور قد تغيرت الى المغرب وبانه وصلنا الى الاستنتاج بانه حان الوقت من اجل تسويه النزاع. هذه النبره الايجابيه المغرب كان يعترض على تقليص مده المينورسو الى سته اشهر بالأسر. لانه بالأسر. لانه و... لانه لا لا. تصريح السفير المغربي لدى الامم المتحده موجود والدول التي تدعم الطرح المغربي ما. من داخل مجلس الامن الدولي يعقب, يعقب. مو... 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 كان واضح كان واضح كان واضح جدا على كل حال كلمة الختام لك قبل على أن على كل حال على كل حال نعم. نحن جئنا إلى جنيف نتمنى ومستعدين للمساهمه ايجابا وكما برهنا في مناسبات سابقه مستعدين لتسديد نصيبنا من فاتوره السلام ولكن هل المغرب مستعد لذلك يجيب هناك ويختم فاتورة فيه. هناك فاتوره يجيب السلام ويختم فيه. ولكن هناك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي يبقى يختم خارج اي تفاوض ليس بالنسبه لنا ولكن بالنسبه لمجلس الامن الدولي وبالنسبه للامم المتحده سيطار قتلاتي اختم سيحكير. معك هذه الحلقه لا. تفضل نعم. ترد أريد أن أريد أن أختم إيجابا ولكن إذا كانت جبهة البوليزاريو ستعاني من هاته السيزيفية وبهذا الشكل الذي يتحدث به ممثل جبهة البوليزاريو فأنا لا أعتقد بأننا سنذهب بعيدا في المفاوضات إذا قدر لها مستقبلا يا أخي كونوا إيجابيين وحاولوا أن تخرجوا من إطار الحجر الذي يضعه عليكم البعض وحاولوا أن تكون لكم قرارات مستقلة وسنجد الحل أما إذا ضللتم على هذا الحال نحن, نحن, نحن ليس لدينا قرار قرار للشعب الصحراوي نحن ليس لدينا قرار أعرف أنا أعرف أنه, للشعب أنه ليس صحرائي. لكم قرار أو 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 أعرف حق أنه حق ليس لك لكم قرار وقرار قرار الشعب الصحراوي أنا أعرف بأنه ل... القرار يجب ان يكون للشعب الصحراوي حتى تكون منصفا ارجوك انا اعرف أنا بأنه... أعرف جيدا اعرف جيدا بانه كما قلت وانت صادق في قولك ليس لكم قرار بل القرار في الجزائر العاصمة هذا معروف لماذا سنعود لهذه الأمور نعود إلى نفس الأسطوانة نعود إلى نفس يا أخي نحن... إذا أسطوانتكم يا... أنتم مشروخة يا أخي, يا, يا حاول حاولوا حاولو 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 أن تكونوا مستقيمين مشكلكم مع الجزائر لن نحله حاولوا مشكلكم مع الجزائر بعيدا عن جزائر الصحراء الغربية لأنكم أنتم طفل غير شرعي للجزائر أنتم طفل لا نترك لنترك الجزائر جانبا نختم سيطرقة التي لو سمحت نختم ايجابيا ونختم و... 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 كلمه ختام في اقل من ثواني نكون... من الوقت نختم 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 بايجابيه الآن <applause> بدا واضح للعالم بأن جبهة البوليساريو ليست الممثل الشرعي لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الآن هذا ما ستحدده المحادثات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد المغرب يجلس إلى جانب الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي أشكركم المغرب يجلس إلى جانب الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي هذا دليل على المفاوضات. المفاوضات. نحن نفاوض المغرب باسم الشعب الصحراوي، لا. نحن الممثل الشرعي والوحيد هكذا للشعب يبدو الصحراوي. انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت اشكركم, أن انت انت لكم. انت شكرا أشكركم لكم. جزيل الشكر ارجو ان يتمكن هورس كولر من تجاوز كل الصعوبات خلال هذه المحادثات الاوليه التي تتمهد تمهد إلى المفاوضات وهذا ما يأمله الجميع كل شكر جزيل لكم على هذه الحلقة من الرباط سيد طارق تلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك أيضا في الأسود السيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا على تلبية هذه الدعوة أيضا كنتم معنا في فقرة وجها لوجه